يعني أعتقد الـ key information أو البيانات الرئيسية المنتظرة خلال تعاملات هذا الأسبوع هي مجموعة من قراءات الـ PMI من الصين ومن الولايات المتحدة الأمريكية. كمان نحن عم ننتظر خطاب مهم لجيروم باول بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، وأعتقد الأبرز على الإطلاق هو المؤشر المفضل للفيدرالي الأمريكي وهو الـ PCE numbers أو مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، والذي يعتبر يعني بعد السي بي اي نمبرز او بيانات التضخم او مؤشر اسعار المستهلكين اللي صدرت الاسبوع الماضي هو من اهم القراءات المنتظره فيما يتعلق بالتضخم. يعني النادين نحن عم نشوف الاسواق فعليا تسعر انه الفيدرالي انتهى من عمليات تجديد السياسه النقديه او رفع اسعار الفائده، وبدات تسعر ذلك، وممكن شفنا الدولار الامريكي يتفاعل وفق هذا الخصوص. عم نشوف الـ FX market يحاول يسعر هذه الحقيقة. قراءة الـ CPI numbers الأسبوع الماضي كانت قد أشارت إلى أن البيانات بدأت تأتي أقل من التوقعات، كذلك الأمر ننتظر تأكيد إضافي من إشارة الـ PCE numbers اللي هي يعني قراءة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، إذا ما جاءت بأقل من التوقعات إذن أزمة التضخم الخارج عن السيطرة أو أصعب الميراث بدأت تلين بشكل كبير جدا ولا حاجة لتشديد أكثر في السياسة. رائد، اليوم الدولار عند أدنى مستويات له بثلاثة أشهر في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والترقب بأنه الفيدرالي قريب من أو انتهى من الرفع، ولكن من ناحية أخرى البيانات الاقتصادية ضعيفة إن كان من أوروبا أو إن كان من بريطانيا، وأيضا في توقعات أنه الـ ECB والبنك أوف إنجلند أيضا انتهيا من رفع الفائدة. ما الذي يبرر إذن هذه المستويات على العملات عندما نرى عائد أو نرى اليورو فوق 1.09 ونصف، ارتفاعات الباوند ستيرلينج أيضا، هلأ عم نشوف عوائد سندات الخزانة اليوم عم نحكي على عائد العشر سنوات تحت 4.40 بالولايات المتحدة، 4.38 بالوقت الحاضر، عائد السنتين 4.86. صحيح، نحن عم نشوف انه المنطقه الاوروبيه العمليه مختلفه بعض الشيء فيما يتعلق باوروبا وبريطانيا عن تلك في الولايات المتحده الامريكيه. السبب الرئيسي عدم المقدره على انه يكون في عندنا تشديد اكبر في السياسه النقديه حتى لا يكون هناك دخول اكبر في مرحله الركود الاقتصادي. هذا الامر لم نراه حقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من تشديد السياسة النقدية، رأينا المؤشرات الأساسية كاقتصاد كلي، نحن عم نشوف بيانات التوظيف، بيانات النمو، بيانات الاقتصاد الأمريكي أداءها أفضل بكثير من مقارنتها مع الاقتصاد الأوروبي، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير جدا والضغط على عمليات الإقراض، ولكن دعمهم بشكل كبير جدا خلال فترة كورونا، عملية التحفيز القوي والهليكوبتر ماني اللي شفناها والسيولة الكبيرة التي تم ضخها في الأسواق، على عكس نحن ما شفنا هذا الأمر في المنطقة الأوروبية وفي بريطانيا. نحن ما شفنا تحسن في مستويات قراءة التضخم بشكل جيد، وبالعكس شفنا انكماش في الاقتصاد الأوروبي يعني واقتراب كبير جدا من الركود في كلا الاقتصادين. بالتالي ذلك سبب هبوط حاد في أداء اليورو أمام الدولار الأمريكي، وكان في عنا إفراط في ارتفاع قوة الدولار الأمريكي. بالتالي نحن عم نحكي as a percentage أو كمستوى في تغيير، كان التغيير في قوة الدولار الأمريكي كبير جدا، فمع يعني اقتراب نهاية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية رأينا ارتدادة كبيرة في أداء الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه من العملات وعلى رأسهم اليورو والباوند.